يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار كما هو المعتاد في مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وبالتحديد كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخبار النادي في مختلف الأنشطة. تفاصيل كتير جدا هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة، وخصوصا ان احنا بنمر بفترة مهمة جدا بالتحديد بخصوص الفريق الاول لكرة القدم ومنافسات عديدة سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، فبالتالي عندنا اخبار وكواليس كتير جدا هنتكلم فيها على مدار حلقة اليوم. لكن دايما تواصل حضراتكم بيكون مهم جدا معانا، وسؤال الحلقة النهاردة بيتعلق بالشق العالمي وبالتحديد بنجمنا المصري المتألق محمد صلاح، و هل يستمر محمد صلاح مع ليفربول أم يرحل مع نهاية الموسم؟ رأي حضراتكم إيه؟ وخصوصا بعد النتائج السلبية جدا في الحقيقة لفريق ليفربول، وكان آخرها امبارح الخسارة في الأنفيلد بنتيجة 1-0 أمام فولهام. هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة النهاردة، وتواصلوا معنا من خلال الصفحات المختلفة لقناة النادي الأهلي على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وكما هو المعتاد في آخر الحلقة هنشوف رأي حضراتكم إيه. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي، ومعلول يقترب من اللحاق بمباراة فيتا كلوب. أما في الترند العالمي: تقارير إنجليزية تؤكد رحيل صلاح عن ليفربول. طيب قبل ما نتكلم في التفاصيل، خليني أقول لحضراتكم أهم وأبرز المباريات بخصوص اليوم في مختلف الدوريات العالمية. نبتدي الأول بالمباريات المحلية، وتحديد بطولة كاس مصر. النهاردة في مباراة في دور ال 16 ما بين بتروجيت وكوكاكولا. المباراة دي ابتدت في تمام الساعة 2:30 ظهرا، وامتدت لأوقات إضافية بتلعب حتى هذه اللحظة، ومباراة فيها ندية كبيرة جدا بالمناسبة. لكن فيما يتعلق بالدوري الانجليزي، فالنهارده في مباراتين مهمين قوي ما بين تشيلسي وايفرتون، دي مباراه الساعه 8 بالليل، وايضا مباراه ويستام يونايتد مع ليدز يونايتد دي الساعه 10 بالليل. اما في الدوري الاسباني مباراه وحيده، ريال بيتيس مع ديبورتيفو الافيز دي الساعه 10 بالليل، وايضا في الدوري الايطالي مباراه وحيده ما بين الانتر واتلانتا الساعه 10 الا ربع مساء. ده فيما يتعلق ويخص اهم وابرز المباريات حول العالم. لكن خلينا نروح سريعا لفاصل، بعد الفاصل التفاصيل كلها هتكون معانا في الفقره اللي جايه من حلقه الترند، استنونا. قبل ما اتكلم على الاهلي واخر الاخبار بالتحديد بخصوص الفريق الاول لكره القدم، خليني اتكلم في الشق الافريقي تحديدا شويه بخبر مهم جدا، وهو بيتعلق باحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي السابق. والنهارده المحكمه الرياضيه تقرر تخفيض عقوبه احمد احمد، بدل ما هي 5 سنوات بقت 2 سنين بس، والعقوبه الماليه قلت كمان شويه زي ما حضراتكم شايفين كده. والمحكمه الرياضيه كاس تخفض عقوبه احمد او ايقاف احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم السابق النهارده الاثنين. وده كان بسبب ايه؟ كان بسبب ان هو طبعا كان في بعض الخروقات وفساد مالي في احد العقود الخاصه بالكاف مع احدى الشركات، وكان في تحقيق من 2017 لحد 2019 واللي اثبت استخدام احمد احمد لنفوذه، وارتكب العديد من الخروقات. فده ادى لايه؟ ادى لايقافه لمده 5 سنين في البدايه، وتغريمه 200,000 فرنك سويسري. النهارده بعد ما كان في استئناف، وكان في كلام ان ممكن احمد احمد لو العقوبه اترفعت عنه ينزل الانتخابات المقبله اللي هتكون يوم الجمعه اللي جايه بالمغرب، واللي خاصه بالاتحاد الافريقي لكره القدم ومقعد الرئاسه كمان تحديدا، كان الكل ممكن يكون عنده بعض الامال بالتحديد احمد احمد في الغاء العقوبه وينزل الانتخابات. لكن دلوقتي بعد الاستئناف وبعد ما خلاص تم اصدار قرار نهائي، اصبحت العقوبه كالتالي: ايقافه لمده 2 سنين وتغريمه 50,000 فرنك فقط. فبالتالي يقدر يخش الانتخابات اللي جايه، مش اللي جايه دي، اللي بعديها بقى، مش اللي هي هتخلص يوم الجمعه دي، اللي خلاص متسبي هو الرئيس الكاف الجديد رئيس الاتحاد الافريقي بالتزكيه.
لا هيخش الانتخابات بعديها بالنسبه لاحمد احمد لو هو رغب في ذلك، لكن اصبح في حكم المؤكد في انتظار الاعلان الرسمي بعد انتهاء الانتخابات ان خلاص باتريس موتسيبي الجنوب افريقي هو رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم بالتزكيه وخلفا لاحمد احمد الرئيس السابق للاتحاد الافريقي لكره القدم. ده فيما يتعلق بهذا الخبر. خليني بقى اتكلم شويه على النادي الاهلي. وفي الحقيقه الفريق الاول لكره القدم بالنادي بيمر باهم فترات الفرقه واصعب المباريات خلال الفتره الحاليه، سواء بقى الموقف احنا حاطين نفسنا فيه، الظروف هي اللي خلت الاهلي يعني يخسر نقطتين على ارضه في المباراه الاخيره امام فيتا كلوب. انت خلاص بتتعامل مع الموقف الحالي، ازاي تقدر تتخطى هذه المرحله بالنتائج اللي انت بتتمناها ان انت تكسب. بدايه عندك مباراه الاسماعيلي الاول عفوا في الدوري يوم الاربعاء بعد بكره، وهي مباراه مهمه واللي مخليها اكثر اهميه كمان ان هي بتسبق مباراه فيتا كلوب ان شاء الله يوم 16، وهي مباراه صعبه بكل تاكيد وحاسمه في مشوار النادي الاهلي الافريقي. هتقول لي الاهلي لسه هيكون بعديه بعد المباراه دي عنده مباراتين تانيين في دور المجموعات، هقول لك برده دي مهمه لان انت بتتكلم بقى على مواجهات مباشره. الفرقه دي تعادلت معاك 2-2 هنا في القاهره، مهمه قوي 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 انك تكسب هناك، تكسب هناك يبقى نسب التأهل خلاص رجعت لك تاني بشكل كبير وبنسب كبير. لكن الأهلي زي ما احنا عارفين ومتعودين دايما بيركز في كل مباراة على حدة، المباراة اللي جاية مباراة الإسماعيلي مباراة صعبة جدا، واللي مصعبها أكتر كمان إن الإسماعيلي بيمر بظروف يعني صعبة جدا، فبالتالي هتلاقي في قوة في هذه المباراة، المنافسة فيها هتكون مش سهلة إطلاقا. الإسماعيلي عنده آمال وطموحات، نفس الحال بالنسبة للنادي الأهلي اللي على الصعيد المحلي بيحاول يوصل لصدارة بطولة الدوري، وهو لو فاز بالمباريات المؤجلة يبقى متصدر هذه البطولة المفضلة للنادي وجماهيره. وبعديها مباشرة إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون كسب الإسماعيلي، معنويات تبقى في السماء وده مطلوب قوي، تروح بقى تلعب فيتا كلوب وتبقى مؤهل بالشكل النفسي الأنسب، وتروح بشكل مبكر كمان هناك عشان ظروف الملعب، ملعب تريتان، المباراه الساعه 3 العصر، الظروف اللي احنا عارفينها بتاعت افريقيا المفروض احنا متعودين عليها، لكن هي ايضا بتؤثر بشكل او باخر في مسيره الفريق في مجريات المباريات تحديدا اللي بتتلعب الساعه 3 العصر. دروس كتير جدا استفادها الجهاز الفني واللاعبين على مدار الفتره اللي فاتت، لكن مهم قوي انك تتعامل مع الظروف الحاليه وتقدر تخرج بافضل واهم النتائج اللي تؤدي باذن الله لحسم عدد من الامور الهامه جدا سواء على الصعيد المحلي او الصعيد الافريقي تحديدا. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. فبالتالي المرحله الحاليه هي مرحله صعبه واحد اهم المراحل بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي خلال الفتره الحاليه او على اقل تقدير حاليا. يعني مباراه فيتا كلوب هي اهم مباراه للنادي الاهلي خلاص، لما انت بتتكلم في الوقت الحالي دي اهم مباراه بالنسبه لك في الموسم كله. لما تتخطى المباراه دي ان شاء الله وتتاهل للادوار المقبله في بطوله دوري ابطال افريقيا هيجي لك بقى المباريات الاكثر اهميه، هي مباراه حاسمه في منافستك على اللقب، لكن الثقه موجوده في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله باذن الله يحققوا مراد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. انا عايز اتكلم مع حضراتكم في اهم وابرز اخبار الخاصه بالفرقه وتحديدا النهارده وفي اطار الاستعداد لمباراه الاسماعيلي بعد بكره. النهارده كان في مسحه طبيه للفريق استعدادا لهذه المواجهه، نتيجه المسحه هتخرج خلال ساعات. كمان كان في جلسه مهمه قوي من مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين واتكلم فيها عن التحضيرات الخاصه بالمباراه المقبله امام الاسماعيلي بعد بكره واهميه هذه المباراه. وقبل التمرين النهارده كمان اتكلم معاهم عن الفقرات الخاصه بالوحدات التدريبيه بمران اليوم. لكن فيما يتعلق بالمصابين وده او دي امور مهمه جدا في الحقيقه خلال الفتره الحاليه وفي ظل غياب بعض العناصر المؤثره وابرزهم في الحقيقه علي معلول، لكن عايز ابتدي بطاهر محمد طاهر، والنهارده كان عنده جلسه في الجيم وده بسبب ايه؟ بسبب ان هو عنده اجهاد عام، اشتكى من اجهاد عضلي عام بالنسبه له، فتم يعني الاستقرار على ان هو يعمل بعض التدريبات التاهيليه في الجيم، وده كله بالتنسيق ما بين الجهاز الفني والجهاز الطبي بكل تاكيد. لكن فيما يتعلق بايمن اشرف هو احد ابرز اللاعبين خلال الفتره الحاليه، ايمن اشرف اكتفى ايضا بجلسه في الجيم وده بسبب اجهاد عام برضه. لما تيجي تبص على الخبرين دول كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في اجهاد عند عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي، ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن مشاركات متتاليه في فتره مضغوطه جدا بمباريات صعبه وبمعدلات بدنيه كبيره جدا في مختلف المباريات اهمها
طبعا طبعا المنافسه كانت في كاس العالم، معدلات بدنيه كانت كبيره جدا وجهد بدني كان مبذول من اللاعبين في الثلاث مباريات اللي اتلعبوا في كاس العالم، فكان من الطبيعي ان الناتج يكون كده، تلاقي اجهاد عند بعض اللاعبين، اجهاد عضلي، هتلاقي عند البعض الاخر شد عضلي في عضلات مختلفه بالنسبه لكل لاعب يعني. ابرزهم علي معلول شد في الخلفيه، كان صلاح محسن في الاماميه، عدد من اللاعبين يعني. فده كان ناتج طبيعي للمشاركات المتتاليه ولضغط المباريات ولقوه المنافسات المختلفه، لكن في كل الاحوال برضه هتتعامل مع العقبات اللي بتواجهك خلال الفتره الحاليه وان شاء الله تنجح في التغلب عليها. فيما يتعلق بوليد سليمان وعلي معلول، علي معلول بيواصل التاهيل، مش هيلحق ماتش الاسماعيلي ده مؤكد، مش هيلحق ماتش الاسماعيلي، لكن في نسب كبيره جدا انه يلحق مباراه فيتا كلوب يوم 16 باذن الله تعالى بنسبة تتخطى 90%، علي معلول ممكن يكون متواجد في هذه المباراة. وتواجد علي معلول بالتحديد هيكون مهم لسبب أو لسببين، بخلاف السبب الأولاني اللي هو علي معلول وقيمته الفنية وأهميته بالنسبة للفرقة، السبب الثاني هو غياب محمود وحيد واللي كان أدى مباريات مهمة أوي، جاله مزق في العضلة الخلفية هيغيب من شهر لشهرين عن الملاعب، فمش هيبقى قدامك غير مين؟ أيمن أشرف. وبنسبه كبيره ايمن اشرف هيلعب باك ليفت في المباراه اللي جايه امام الاسماعيلي، فلو ما رجعش علي معلول في مباراه فيتا كلوب فايمن اشرف هيلعب باك ليفت، هيبقى متواجد ياسر ابراهيم او على حسب طبعا الاختيارات الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، هو ادرى بكل شيء، لكن مهم قوي ان انت تحاول تستعيد بعض العناصر المهمه وابرزهم طبعا علي معلول قبل مباراه فيتا. لكن فيما يتعلق بوليد سليمان، وليد سليمان هيشارك في التدريبات الجماعيه مع الفريق بالتحديد في فترة التوقف الدولي، يقدر يشترك في التدريبات الجماعية، وفي تريث شوية في قرار عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات، وده بسبب ان هو كان عنده مزق في العضلة الخلفية وده بعده بشكل كبير على مدار الفترة اللي فاتت، وكان اهم التحديات اللي ابتعد عنها وليد سليمان كأس العالم للأندية. فان شاء الله باذن الله اتمنى لهم كل التوفيق. عايز اتطرق سريعا قبل ما اروح لفاصل لتصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده، كانت تصريحات مهمه اتكلم فيها على علي معلول، وقلت لحضراتكم خبر علي معلول فيما يتعلق بكريم نيدفيد. كريم نيدفيد جاله رشح خفيف في الركبه، هل ده معناه ان في مشكله ثانيه لكريم نيدفيد؟ لا، لسه مش باين دلوقتي، هو كان خلاص قرب جدا يشارك في التدريبات الجماعيه لكن للاسف حظه سيء، هيتم التعامل مع الاصابه دي او مع الرشح ده تحديدا، ان شاء الله مش هياخد فتره طويله بالنسبه لكريم نيدفيد، غاب بقاله كتير جدا يعني. اتكلمت على محمود وحيد واتكلمنا على اهم وابرز التصريحات والاخبار المهمه. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنطمن بشكل اكبر على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الاسماعيلي، استنونا. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه جدا واللي بتتعلق باحد لاعبي النادي الاهلي بالتحديد محمد مجدي قفشه، تم اختياره بشكل رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم كلاعب للجوله الثالثه بدور او بدوري ابطال افريقيا وبالتحديد بدور المجموعات خلال الاسبوع الحالي، بعد مساهمته في المباراه الاخيره بشكل جيد وادائه اللي كان مميز. وفي الحقيقه الجائزه دي او يعني ان اعتبار مجدي قفشه هو ابرز لاعب في الجوله ده امر معنوي مهم جدا قبل الجوله المقبله وهي الجوله الرابعه ومباراه فيتا كلوب. نتمنى لقفشه كل التوفيق ولكل زمايله باذن الله تعالى. عايزين نطمن بشكل اكبر على استعدادات النادي الاهلي للي جاي على طول اللي هو مباراه الاسماعيلي، واحنا دايما بنبص للي قدامنا ونبص للمباراه وتحدي مهم جدا امام فريق كبير ومميز زي فريق الاسماعيلي، فخلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل القناه الاهلي نطمن من خلاله بعد متابعته لمران الاهلي اليوم على كل الاستعدادات. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهديك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، عايزين نطمن في البدايه على استعدادات الفريق وابرز ملامح مران اليوم. بالتاكيد طبعا يعني نقدر نقول مرحله جديده وتحدي جديد وعوده من جديد لبطوله الدوري العام، مباراه الاسماعيلي مباراه قويه جدا لها استعدادات خاصه لفريق النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني المدير الفني، ويمكن انت عارف يا امير بناكد في كل مره ان الفصل التام مهم جدا، لعيبه النادي الاهلي بتتميز بهذا الفصل من البطوله الافريقيه لبطوله الدوري العام. المباراه الاخيره يمكن مباراه فيتا سوء توفيق كبير جدا غام على لعيبه النادي الاهلي رغم التحضير الجيد ورغم يعني اضاعه اكثر من فرصه، ده امر اكيد في كره القدم موجود، لكن الراجل بيحاول يتلاشى هذا الامر، بيحاول ان هو يتكلم مع
اللعيبه على اهميه انصاف الفرص لابد من استغلالها، مش هتجيلنا الفرص دي بشكل كبير جدا في كل المباريات. مباراه الاسماعيلي القادمه، الاسماعيلي عنده طموح كبير رغم ترتيبه في الدوري ورغم الظروف اللي بيمر بها الاسماعيلي، لكن مباراه النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير. اي فريق بيقابل النادي الاهلي عارف ان هي مباراه بطوله بعيدا عن ان هو بيقابل النادي الاهلي، فاكيد طبعا محتاجه تحضير كبير جدا ومحتاجه تركيز من لعيبه النادي الاهلي. يمكن زي ما انت عارف زميلي امير كان تدريب خفيف امس بعد طبعا المباراه الاخيره مباراه فيتا، النهارده يمكن نقول التدريب القوي او التدريب جيد، جرعه تدريبيه كانت جيده جدا لبيتسو موسيماني النهارده. تجمع الفريق النهارده 12 ظهرا، بداوا بيه المسحه الطبيه كالعاده طبعا قبل كل مباراه ب 48 ساعه، وان شاء الله نطمن على كل لعيبتنا غدا ان شاء الله ما يبقاش في اي لعيب يمكن عنده اي امور تعوق النادي الاهلي في مشواره في البطوله المحليه، ومنها ان شاء الله للمرحله القادمه هي مرحله مباراه فيتا اللي هتكون في كينشاسا في الكونغو. التدريب النهارده امير بدا واحده ظهرا بمحاضره فنيه ما خدتش يعني وقت كتير، يعني نقدر نقول 20 دقيقه كانت في ملعب مختار التتش. الراجل اتكلم على اهميه المرحله واهميه المباراه، تركيزنا لازم يكون قوي جدا وننسى خلاص مباراه فيتا، نركز في مباراه الاسماعيلي. مباراه فيتا القادمه يكون ليها حسابات خاصه فنيا واداريا وتنظيميا او كل حاجه طبعا بالنسبه للفريق للنادي الاهلي. النهارده التدريب من ساعه 25 دقيقه بالظبط، الراجل اشتغل شغل تكتيك كبير جدا، حاول ان هو ياكد في كل مره على الضغط على الثلث الامامي، ياكد على اضاعه الفرص. الراجل يمكن النهارده عمل 25 دقيقه امير على المرمى، تصويب على المرمى، كروسات على المرمى، الراجل بيحاول ان اللعيبه تحط في كل الاوضاع على المرمى، لكن طبعا زي ما بقول لك سوء التوفيق ده هو اللي بيعاند لعيبه النادي الاهلي. رحنا اكتر من مره في المباراه الاخيره وباكد على مباراه فيتا، لكن لو كان في توفيق في كره واحده الامور كانت هتختلف بشكل كبير جدا. فبنتمنى ان شاء الله باذن الله مباراه الاسماعيلي يكون لينا توفيق، يعني ربنا يكون معانا طبعا ونكون موفق لعيبه النادي الاهلي ولاعيبتنا تكون عندها اصرار اكتر من كده وجديه اكتر من كده. امير الفرص مش هتيجي كتير، الجون بيفتح، لكن لما بتضيع مره واثنين وثلاثه يعني اللعيب كده بيبقى عنده ان هي الكره مش ماشيه. يعني مش هنتكلم على اي لعيب بعينه، لكن هنتكلم على التيم بشكل عام. الكره ما بتعاني شويه، بس يا كريم عايز اقف شويه عند لو الكره ما عندك جزئيه اضاعه الفرص، وكان امر واضح جدا في المباراه الاخيره تحديدا في مباراه فيتا كلوب، مش بس المباراه الاخيره، على مدار عدد من المباريات في فرص كتير الاهلي بيضيعها. عايز اتكلم بالتحديد على كيفيه تعامل مستر بيتسو موسيماني مع الجزئيه دي، ازاي بيحاول يتغلب عليها، وبتكلم بخصوص ايه؟ بتكلم بخصوص تعامله من خلالها على ارض الواقع ومن خلال التدريبات. بعد مباراه فيتا كلوب الاهلي اتمرن تدريبين لحد دلوقتي، ايه ابرز الامور اللي قام بيها مستر بيتسو موسيماني خلال فقرات التدريب علشان يعالج الجزئيه دي تحديدا يعني؟ بالتاكيد طبعا انت عارف زميلي امير، يعني تدريب الابس كان تدريب ريكفري طبعا لعيبه النادي الاهلي ما كانش فيه تدريب قوي، لكن النهارده نقدر نقول هو التدريب الاقوى بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. الراجل يمكن بدايه المران كان جزء بدني خفيف جدا طبعا، تاهيل عادي طبعا او تدريب خفيف، لكن كل المران كان على التصويب على الكروسات. يمكن الراجل لعيبه النادي الاهلي كانت متواجده في ال 18، امتى تقطع القريبه، ازاي تستغل الفرصه، الكوره لو كروس تقطع، يعني الراجل بيحاول ان هو يوزع لعيبه النادي الاهلي. لعيبه بتحرز وبتتالق النهارده في التدريب، يعني عدد كبير من اللعيبه الحقيقه. ناصر ماهر النهارده كان بيظهر بشكل مميز جدا، وولتر بوالي النهارده كمان كان مميز، مروان محسن في التصويبات وفي الكروسات وفي الهيدرز. اللعيبه واضح ان يعني واضح ان في تركيز كبير، لكن بقول لك ما بيغيب التوفيق وبيغيب كمان الحظ عن بعض اللعيبه بتاثر شويه، لكن الراجل بيشتغل واللعيبه بتشتغل وبتجتهد في الملعب. الراجل نظري وعملي كويس. بنشوف يمكن الراجل بيوقف التدريب اكتر من مره، مش في التقسيمه بس، لا في التدريب العادي الراجل بيحاول ان هو امتى نطلع من هنا، بيحاول يعد الباصات اللعيبه لخط الظهر هيبدا يطلع بباص قد ايه من الملعب، السبرنتات اللي بتضغط محمد شريف اجاي بواليا هتضغطوا ازاي، ازاي هنقدر نقطع. الراجل بيحاول ان هو طبعا يشتغل بشكل كبير مع قراءته الفنيه سواء للاسماعيلي او لفيتا او اي فريق بيقابل النادي الاهلي. لكن انت عارف امير ظروف المباراه بتكون مختلفه بشكل كبير جدا، يعني مباراه تدريب حاجه والمباراه حاجه، لكن التركيز لما بيبقى كبير في التدريب بيبقى عندنا امل وثقه كبيره ان لعيبتنا بالتركيز ده لو نزلت في المباراه وادت الاداء ده هيبقى الاداء قوي جدا. لكن يا رب يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي باذن الله في تركيزه الكبير سواء تدريب اليوم وتدريب الغد. مباراه الاسماعيلي مباراه مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي، طيب كريم بروفه قويه ومحتاجه كمان ان الثقه ترجع. امير اتفضل. امير كلمتني انت عن ناصر ماهر، قلت لي ان هو بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا والنهارده بيتالق، هل ممكن نشوف ناصر ماهر في قائمه الفريق لمباراه الاسماعيليه ومن ثم ممكن الاستعانه به في الرحله الافريقيه المقبله؟ بنسبة كبيرة ناصر ماهر متواجد في مباراة اسماعيلي ومباراة فيتا كلوب الكونغولي مع أدائه ومع شفائه بالكامل. أنت عارف طبعا يمكن هو راجع من إصابة، لكن واضح خلاص دخل في الالتحامات ودخل في الاشتراكات وبيلعب كمان في التقسيمة، فواضح أن ناصر وصل لمرحلة كبيرة جدا. تواجده على دكة البدلاء ورقة مهمة جدا للنادي الأهلي. كمان يمكن بأكد لك على محمود متولي، طبعا يعني بنتمنى أن هو يعود بقى مع النادي الأهلي الفترة القادمة. الراجل بيأدي أداء مميز جدا، واضح أن الجاهزية تدريج بيخش تدريجي في التدريبات، لكن الشوتنج متواجد، الكورسات متواجد، الالتحامات
حماد متواجد، محمود متولي ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه كده يكون ليه دور مع فريق النادي الاهلي، لان العدد كبير عدد الاصابات اللي كانت موجوده عند النادي الاهلي وعناصر مؤثره جدا. عايز اتكلم كمان على نقطه مهمه جدا يا امير، وهو علي معلول. يعني عايزين نطمن بقى كل جمهور النادي الاهلي على علي معلول، يعني شوط كبير جدا في التاهيل، ويمكن علي معلول من اللعيبه اللي عندها اصرار كبير وعزيمه كبيره جدا ان هي تكون مع فريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، وتحديدا في مباراه فيتا كلاب الكونغولي. انا بقول لك يعني ان شاء الله باذن الله مع اللي احنا شايفينه ومع الاخبار اللي بنشوفها طبعا من الجهاز الطبي ومع الحاله اللي احنا بنشوفها لعلي معلول في اداء وتدريبات، علي معلول ان شاء الله يكون متواجد في مباراه فيتا كلاب الكونغولي ليكون في كينشاسا ويكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه، اضافه كبيره جدا طبعا لفريق النادي الاهلي بشخصيته الكبيره وقيمته الكبيره وادائه في الملعب مع اصابه محمود وحيد. عندنا أزمة شوية في موضوع الباك ليفت ده، أيمن أشرف كمان النهاردة أمير ما شاركش في التدريب، يعني اطمنا طبعا من طبيب النادي الأهلي أحمد أبو عبلة، يمكن الراجل بيشعر بإجهاد لأن أيمن عنده يعني لود كبير جدا عليه وضغط كبير جدا. يمكن المساك بتختلف عن الباك ليفت شوية لأن مجهود الباك ليفت بيكون أقوى، فلكن يا رب إن شاء الله بإذن الله أيمن أشرف يبدأ يشارك في تدريب الغد ويكون متواجد في مباراة الإسماعيلي ومنها إن شاء الله في مباراة فيتا كلاب الكونغولي. الكل جاهز أمير، حالة اللعيبة إن شاء الله بإذن الله تكون مطمئنة لفريق النادي الأهلي. بكرة يكون تدريب زي اليوم النهاردة 12 تجمع واحدة ظهرا تدريب، عن ان يتوجه النادي الاهلي الى الاسكندريه استاد برج العرب استعدادا لمباراه الاهلي والاسماعيلي. يا رب ان شاء الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، منتظرين ان شاء الله الاداء الكبير جدا لفريق النادي الاهلي، ومنها ان شاء الله تدريجيا يستطيع النادي الاهلي لتصدر بطوله الدوري العام، ومنها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. بالنسبه لطاهر محمد، طاهر يا كريم، فرص لحقه بالمباراه ايه؟ احنا عارفين عنده اجهاد عام وما شاركش النهارده في تدريبات، وكان عنده تدريبات في صاله الجيم. موقف طاهر بالتحديد هيكون عامل ازاي في مباراه الاسماعيلي؟ يمكن طاهر ما عندوش اصابه عضليه او اصابه قويه يعني، لكن انت عارف طبعا الاجهاد ما بيكون في لعيب بيشتكي من اجهاد بياخد تدريب بسيط جدا، لكن طاهر يكون متواجد في تدريب الغد، يمكن ده اللي بنتكلم عليه على طول طبعا مع الجهاز الطبي دكتور احمد عبله، هل في ازمه؟ هل طاهر بيشتكي من حاجه؟ قال يمكن الراجل بيشعر باجهاد بسيط، فيمكن الجهاز الفني بيحاول ان هو يريحه يتمرن تمرينه واحده، لان يمكن كل داخل في فورمه المباريات يا امير، يعني اما لعيب بيغيب وبيبدا يرجع تاني يعني اكيد طبعا كل داخل في فورمه المباريات، لكن الحمد لله لما بنطمن ان مفيش اي اصابه عضليه ده امر بيكون مهم جدا ليه لاعبي النادي الاهلي، لان محتاجين المجموعه كلها، يعني محتاجين المجموعه كلها تكون فايقه ومركزه وما عنديش اي حاجه، ما عنديش اي اصابات، ما يبقاش في اي امور تعوق النادي الاهلي، وده اللي بناكد عليه كل مره. الكل جاهز يا امير ان شاء الله، وتدريب الغد ان شاء الله هيكون في فحص طبي سواء لايمن اشرف وايضا كمان لطاهر محمد طاهر، وباذن الله يشاركوا في التدريب بالكامل ويكونوا في قائمه مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. انا بحب استغل تواجدك معايا كريم في الحقيقه، اتكلم معاك شويه بما انك قريب من الفرقه ومن تدريبات الفريق، فانا عايز اتكلم معاك بخصوص الفصل ما بين مباراه الاسماعيلي ومباراه فيتا. مؤكد يا كريم، مؤكد في تفكير في اذهان اللاعبين وفي اذهان اعضاء الجهاز الفني بخصوص مباراه فيتا، ده بسبب ان الموقف بقى صعب شويه في المنافسه بخصوص التاهل من هذه المجموعه. ازاي بيتم التعامل واحنا واثقين ان يبقى في فصل وكل حاجه، بس ازاي بيتم التعامل على ارض الواقع بخصوص الابتعاد عن التفكير في التحدي الافريقي والتفرغ في التفكير في ما هو قادم بتحديد مباراة الاسماعيلي؟ يا كريم احكي لنا شويه اللي بيحصل ايه. يعني نقطة أكيد مهمة جدا زميلي أمير، أنت عارف لعيبة النادي الأهلي مع البطولة الأفريقية بالتحديد لازم يكون في تفكير مع صعوبة الموقف أو غير صعوبة الموقف، لكن كمان مع الموقف اللي إحنا فيه أكيد لعيبة النادي الأهلي واضح جدا إن في تركيز كبير، سواء على الجانب الإداري اللي بيقوم بيه كابتن سعيد عبد الحفيظ في اتصالات مستمرة بسفارتنا هناك، الملعب هيكون عبارة عن إيه، سفرنا هيكون إمتى، تدريبنا هيكون إزاي، واللعيبة كمان أكيد حاطة في دماغها إن مباراة فيتا لها حسابات خاصة وحسابات كبيرة جدا، لكن التركيز كبير والتركيز موجود في مباراة الإسماعيلي، لكن لازم يكون في حيز ولازم يكون في تفكير. الجهاز الفني بيحضر لمباراه الاسماعيلي وفيتا لان برضه الوقت ضيق جدا طبعا. انت عارف زميلي امير لعيبه النادي الاهلي هتخلص مباراه الاسماعيلي يوم الاربعاء، يوم الخميس هيكون في تدريب ريكفري، الجمعه هيكون راحه، السبت هيكون سفر، وكان تدريب قبل السفر كمان 9 صباحا على لعيبه النادي الاهلي يكون متواجده واحده ظهرا في مطار القاهره، لكن سفر 12 من 13 لسه ما اتحسمتش بشكل كبير، يمكن انت عارف ان احنا هنلعب على ملعب ترتان، اللوائح طبعا الكاف ليك تدريبين على ملعب الترتان، فاكيد بيتسو موسيماني حاطط في الامر ده في دماغه، لان كمان الرطوبه هناك عاليه، يعني تنزانيا شفنا سيمبل تنزانيا الرطوبه كانت عاليه، لا الرطوبه هتصل في فيتا كلاب، يمكن انا كنت متواجد في البطوله الاخيره 91% الرطوبه، فامر صعب جدا مع ترتان، فانت عندك حالتين عايز تتاقلم عليهم، عايز تتاقلم على ترتان وعايز تتاقلم على الجو العام والرطوبه عاليه جدا ودرجه الحراره، لكن اكيد
زي ما بنقول الفصل مهم جدا، ومميزات لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان يكون في فصل تام. الفصل مش هيكون كبير، هي يمكن غدا وبعد غد ثم خلاص هيكون النادي الاهلي بيفكر مباشره في مباراه فيتا. اللي بنتمناه من لعيبه النادي الاهلي ان هي تركز بشكل كبير جدا في مباراه الاسماعيلي، مباراه يكون ليها حسابات كبيره جدا وهتبقى دفعه كبيره لعيبه النادي الاهلي، ونقدر منها ان شاء الله ان احنا نرسم سيناريو ثاني ونرسم خطه جديده ونرسم دوافع ورغبه كبيره جدا لمباراه فيتا، وثقتنا كبيره ان شاء الله يا امير في لعيبه النادي الاهلي رغم الظروف ورغم كل الامور اللي بتقابل فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه ان شاء الله. بس نتمنى توفيق ربنا يكون معانا، وباذن الله النادي الاهلي يقدر يتخطى ويصل لدور ربع النهائي في البطوله الافريقيه، ومن قبلها ان شاء الله يستطيع ان يفوز على فريق الاسماعيلي ويستمر في سلسله الانتصارات اللي بتسعد كل جمهور النادي الاهلي. زميلنا المميز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا وحديثه عن اهم الامور والكواليس اللي بتتعلق باستعدادات النادي الاهلي للمرحله القادمه الهامه جدا، سواء مباراه الاسماعيلي او مباراه فيتا كلوب. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، وشكرا يا كريم. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه. استنونا. اللي اتقال عن النادي الاهلي النهارده في ترند الاهلي، نبتدي بالحساب الرسمي للنادي على فيسبوك واللي بيهنئ من خلاله طبعا لابورتا المدير الفني خوان لابورتا، او عفوا طبعا رئيس البرشلونة الجديد خلفا لبارتوميو، وتهنئه من النادي الاهلي لرئيس برشلونة الجديد، وتعديل تهنئه من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من حساب يلا كور على انستغرام، وبيقولوا الاهلي هو الفريق الافريقي الوحيد في قائمه اكثر الانديه تحقيقا للدوري المحلي وبالتحديد على مستوى العالم. الاهلي بيجي في المرتبه رقم 8 برصيد 42 لقب لبطوله الدوري المحلي، بيسبقه عدد من الانديه المميزه في الحقيقه، سواء على رينجرز الاسكتلندي، سيلتيك ايضا، ناشونال الاوروغوياني، اولمبياكوس، عدد من الانديه المميزه. لكن بيجي بعديه برضو انديه كبيره جدا زي بنفيكا البرتغالي ويوفنتوس الايطالي وريفر بليت الارجنتيني من أمريكا الجنوبية. إن شاء الله الأهلي يستمر في حصد لقب بطولة الدوري تحديدا يعني. طيب خلينا كمان نروح للحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا واللي أعلنوا من خلاله تواجد محمد هاني وأفشة ضمن تشكيل الجولة الثالثة بعد انتهاء هذه الجولة. هما الاثنين بس اللي موجودين من النادي الأهلي وموجودين من الأندية المصرية، ما فيش حد من نادي الزمالك طبعا نظرا للخسارة اللي تعرض ليها نادي الزمالك أمام الترجي، لكن في عدد من اللاعبين المميزين في هذه التشكيلة أبرزهم طبعا محمد هاني وأفشة. بخلاف تواجدهم كنا نتمنى كمان الأهلي يكون فاز في المباراة، كمان كان ممكن يبقى عندنا عدد أكبر من اللاعبين موجودين في التشكيلة المثالية للجولة. خلينا كمان نروح لليوم السابع، وجزئية مهمة جدا وبتشغل بال الكثير من الأهلاوية وكلمنا بخصوصها على مدار حلقة اليوم، وموسيماني يعالج أزمة الفرص الضائعة في الأهلي بعد لعنة فيتا. من المؤكد أن مستر بيتسو موسيماني من خلال فقرات التدريب سواء امبارح النهارده بكره خلال المرحلة اللي جاية كمان وقبل مباراة فيتا هيحاول يعالج بشكل أو بآخر جزئية الفرص الضائعة المبالغ فيها واللي كانت واضحة جدا على مدار الفترات اللي فاتت والمباريات اللي فاتت وبالتحديد مباراة فيتا كلوب الأخيرة. شغل مدير فني لازم هيقوم بيه، لكن كمان لازم اللاعبين يكونوا مركزين بشكل مميز جدا في كيفية استغلال أبرز الفرص اللي تتاح ليهم في المباريات. انت لما تيجي في مباراة فيتا في العودة المفروض أي فرصة تحاول تستغلها، لأن انت بتلعب خارج أرضك والفرص ممكن تكون قليلة، فمن المنتظر بإذن الله أن لاعبي النادي الأهلي بدون أي ضغوط أو أي حاجة إن شاء الله يكونوا موفقين في استغلال هذه الفرص، لكن أكيد في شغل من الجهاز الفني بالكامل بخصوص الجزئية دي. لكن فيما يتعلق بالمصري الرياضي وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على أن موسيماني يحسم مصير علي معلول خلال ساعات، اتكلمنا على علي معلول وقلنا فرص مشاركته في مباراة فيتا هي فرص كبيرة جدا، لكن صعب قوي أن هو يلحق مباراة الإسماعيلي. حتى لو علي جاهز انه يلعب في مباراه الاسماعيلي اعتقد ان هيكون في حرص من الجهاز الفني على عدم اشراك علي معلول في هذه المباراه لتجهيزه بشكل اكبر وبنسبه اكبر لمباراه فيتا. خلينا ننتظر ونشوف خلال الساعات المقبله. كمان الوطن الرياضي وبيتكلموا على ازمه الجبهه اليسرى، وده من خلال حسابهم على فيسبوك، وبيقولوا ان الازمه دي بتطارد الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي في بطوله الدوري. هي مش ازمه ولا حاجه، خلاص الموضوع بسيط، انت عندك علي معلول غايب وعندك محمود وحيد غايب، مين اللي هيلعب في المكان ده؟ ايمن اشرف، مفيش خيار اخر يعني. فبالتالي ايمن اشرف هيكون موجود، ياسر بقى ابراهيم هيكون موجود جنب بدر بنون، في سعد جاهز،
في رامي ربيعه كمان جاهز، مش عايزين ننسى رامي ربيعه من اللاعبين المميزين جدا. في محمود متولي لسه طبعا مش جاهز بنسبه 100%، لكن الاجهز اكيد هو ياسر ابراهيم نظرا لمشاركته في بعض الدقائق خلال المرحله الماضيه. خلينا كمان نروح لتصريحات للمدير الفني لسان داونز، واللي بيتكلم فيها وده من خلال حساب يلا كوره على فيسبوك، بيتكلم فيها على ان موسيماني يقدم اداء جيدا مع الاهلي وسيحقق العديد من الانتصارات اكثر مما سيخسر، وهذا يعني ان الفريق سيظل ناجحا وليس لديه شك انه ان نجاحه سيستمر في مصر. تصريحات مهمه جدا من المدير الفني لسان داونز، اللي عاملين بالمناسبه بطوله جيده حتى الان في بطوله دوري ابطال افريقيا، واعتبره من احد ابرز المرشحين للمنافسه على هذا اللقب الهام جدا. ده بخصوص ترند الاهلي. لسه في فقره اخرى في حلقه اليوم، هنروح بس الفاصل الاول وبعدين نرجع نكمل. يلا. الترند العالمي واخبار مهمه جدا، وبالتحديد فيما يتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح، والتكهنات زادت بالتحديد بعد اخفاقات ليفربول المتتاليه في البريمير ليج والهزائم المتتاليه بالتحديد كمان في الانفيلد. فخلينا نبتدي بحساب الديلي ستار على تويتر، واللي بيقول ان محمد صلاح خلاص ابلغ مسؤولي ليفربول بانه هيمشي من النادي مع نهايه هذا الموسم، وهتكون واجهته المقبله سواء ريال مدريد او برشلونه بالتحديد في الدوري الاسباني. لسه هنشوف ايه اللي ممكن يحصل، لكن الخطوات الطبيعيه لمحمد صلاح من المفترض او من خلال وجهه نظر ممكن تكون بعض الجماهير ان هو خلاص حقق كل حاجه مع ليفربول، وخصوصا بعد ما ان ليفربول كان بقالهم كتير ما بياخدوش دوري 30 سنه، بقالهم كتير ما بياخدوش تشامبيونز ليج، جاب البطولتين دول مهمين جدا وتالق وخد بعض الجوائز الفرديه المميزه جدا، فبالطبيعي جدا ان هو يفكر في الخطوه المقبله اللي تكون في صالح محمد صلاح شويه يعني. فمن المفترض او من المتوقع ان هو يكون متواجد في احد قطبي اسبانيا خلال الفتره المقبله او بالتحديد مع نهايه هذا الموسم. لكن في المقابل حساب يلا كوره على فيسبوك بيتكلم على ان في بعض التقارير بتقول ان امبابي هيكون بديل لمحمد صلاح في ليفربول. احنا عارفين طبعا كيليان امبابي احد ابرز اللاعبين على مستوى العالم، لاعب مهم جدا 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 لباريس سان جيرمان. هل يقدر ليفربول ان هو يعوض صلاح في حاله رحيل صلاح بكيليان امبابي؟ اعتقد هتبقى صعبه شويه، لان مبالغ كيليان مبابي هتبقى كبيره سواء في عقده الشخصي هو او حتى المبلغ اللي هيدفع لباريس سان جيرمان عشان يتخلى عنه، لكن ده هيترتب ايضا على المبلغ اللي هيبيع بيه ليفربول محمد صلاح لو رحل مع نهايه الموسم. هنشوف، لكن واضح ان في اصرار من ليفربول ان هم يخشوا في منافسه على كيليان مبابي في حال رحيل محمد صلاح. طيب خلينا كمان نروح لحساب في الجول على فيسبوك، واللي بيقولوا العوده للامجاد هي هدفه الاول مع البارسا. طبعا خوان لابورتا طبعا الرئيس الجديد لبرشلونه، يعني هنا بيرصدوا بعض الارقام الخاصه به في فتره كبيره اثناء توليه رئاسه برشلونه، ودي لقطات طبعا من احتفال بفوز لابورتا وبعض التصريحات الخاصه به. الراجل ده مسك برشلونه وتولى رئاسه هذا النادي العريق من 2003 لحد 2010. حقق ايه بقى؟ حقق 12 بطوله بيتمثلوا في 4 دوري اسباني، مره واحده كاس الملك، السوبر الاسباني 3 مرات، دوري ابطال اوروبا مرتين، السوبر الاوروبي مره واحده، وكاس العالم للانديه مره واحده. في امال كبيره جدا منعقده على هذا الرجل في حاجتين. الحاجه الاولى هي كيفيه اعاده برشلونه لامجاده ولمستواه المعروف ولطريقه لعبه المعروفه من خلال قراراته، طبعا هو مش مدير فني. الحاجه الثانيه وهي الاهم عند جماهير برشلونه في جميع انحاء العالم، وهو كيفية الحفاظ على بقاء ليونيل ميسي داخل فريق برشلونة. أعتقد النسب ابتدت تزيد في الجانب اللي بيتعلق ببقاء ميسي بعد تواجد إخوان لابورتا كرئيس للنادي. هنشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية لسه مع إخوان لابورتا وكمان ليونيل ميسي. ده من خلال حساب في الجول على تويتر وتصريحات رئيس برشلونه الجديد عبر اذاعه راك 1، وبيتكلم مقتنع بان ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونه، دي قناعات الراجل، وهيحاول اكيد بكل ما اوتي من قوه ان هو يحافظ على ليونيل ميسي احد ابرز اللاعبين في تاريخ الكره العالميه واحد اهم اللاعبين في البارسا حاليا، بخصوص ان هو لاعب مؤثر وهو اللاعب اللي بيتحكم في نتائج برشلونه بشكل كبير، وده بيترتب على اريحيه ميسي النفسيه. الفتره اللي فاتت هو ما كانش مستريح خالص،
مع الرئيس السابق والمشاكل الكتير مع بارتوميو، مشاكل كتير بتتعلق بامور عديده داخل النادي. هنشوف بقى هل الجانب المزاجي الخاص بميسي هيتغير وبالتالي يقدر يؤدي بالشكل اللي متعودين عليه من ميسي وبالتالي يقدر يستمر مع برشلونه، ده برضه اللي هنعرفه خلال الفتره اللي جايه. لكن لابورتا بيشتغل من اول يوم، الراجل من خلال اريبيا بيتكلم على وحسامهم على تويتر بيتكلم على مين بقى، على ديفيد ألابا، وان لابورتا من اول ما خلاص تم اعلانه كرئيس لبرشلونه تحرك سريعا وجلس احدى الجلسات المهمه مع ممثلي ديفيد ألابا احد ابرز اللاعبين في بايرن ميونخ واللي عقده بينتهي مع هذا او مع نهايه هذا الموسم. هل هينجح في ضمه ولا لا، خصوصا في ظل ارتباط ألابا او اسمه مرتبط طبعا بفريق ريال مدريد. لكن بخصوص رأي حضراتكم في إمكانية رحيل صلاح مع نهاية الموسم وتفاعلكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، ناخد آراء حضراتكم. نبتدي بمحمد أحمد، واللي قال في ظل تدني مستوى ونتائج الريدز والخلاف المتصاعد بين يورجن كلوب وصلاح أعتقد سيغادر ورضا الطرفين، والبديل ربما يكون ألاند، أصعب شوية ألاند. أبو أحمد قال لابد من تغيير في المرحلة المقبلة مع التحفيز الجديد وتغيير الطموح والرجوع مرة أخرى لليفر، ده أمر أو ده تعليق من ضمن التعليقات. خلينا كمان ناخد سيد اللي قال إن أنا شايف إن هو يروح يوفنتوس الموسم الجديد عشان يلعب مع رونالدو، ومحمد قال في الوضع الحالي صعب يستمر. ده بخصوص صلاح وبخصوص انطباعات وآراء حضراتكم. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، استنونا في حلقة جديدة من نفس البرنامج بإذن الله، إلى اللقاء.